أنا بالحقيقة جيت كابن من أبناء البلد ده، ونحن بعد انفصال نحن انتقلنا للجنوب، وجزء من الأسر تركناهم في الشمال. وعشان كده أنا بعد ما أنا بقيت في منطقة إتغاز غرار لابد نحن نجي نراجع ركائز ونمكتنا على غاد البلدين. فنحن جينا قابلنا سيد الفريق الأول رئيس مجلس السيادة، تكلمنا معه في أعجاد المشتركة اللي بيربط بين البلدين، مشاكلنا في الحدود، ونحن أعجاد الحدود ناقشناه، قلنا ندي الفرصة للشعب في الحدود يتعاملوا مع بعض ونفتح المسارات اللي بيربط بين البلدين. وعندنا مشروعات مشتركة زي مشروع بتاع سكة حديد، الطرق المعبدة بين البلدين، التجارة بتاع الحدود. ونحن دايرين بعد لقينا فرصة بتاع السلام اللي تعملت أخير الناس خاطب مشاكل بتاع دارفور، نحن دايرين الفرصة دي ما نضيعه، نحن دايرين نمكنه بس هذون الدولتين يستفيدوا منه. برضو أنا ناقشت مع موضوع بتاع الجنوبين الفضلوا عندهم شوية مشاكل لسه ما مشوا للجنوب، نحن نقعد معهم برضو عن سوقهم معنا، برضو نحن برضو عن نشجع إنه أخوانهم لسه ما لبوا السلام زي أخونا عبد العزيز هلو، زي أخونا عبد الواحد برضو، زي ما نحن عملنا السلام نحن برضو أن ندعمهم مع الناس ديل، ونحن نسعى كثير إنه عشان ينضموا للسلام الكبير ده عشان البلدين يكون فيها استقرار.